اليوم ثالث أيام عيد الفطر السعيد في محافظة الأنبار وفي العراق بصورة عامة. اليوم بدأت تغص مدن الألعاب والمتنزهات بالعوائل الأنبارية بعد أن كان أول يوم أيام العيد كان فقط للتهاني وصلاة العيد، ثاني يوم كان نوعا ما للراحة. اليوم كما تشاهدون من خلفي مدن الألعاب في مدينة الرمادي مكتظة بالعوائل التي خرجت للاحتفال بهذه المناسبة. طبعا العزائم والولائم لا زالت مستمرة في مدينة الرمادي، أكلة الدليمية لا زالت سيدة الموقف في محافظة الأنبار. هذه من فرد بها محافظة الأنبار بمناسبة يوم العيد أيام العيد. لا نور، بالحقيقة بدأنا نسمع من الزملاء أنه الدليمية بدأت في الانتشار في بغداد وفي عدد من المحافظات، الموصل أيضا، حتى في أربيل وأقليم كردستان الغالي والمحافظات الجنوبية الغالية. الجميع بدأت هذه الأكلة بالانتشار كما باقي الأكلات. الأجواء طبعا طيبة، هذا أسهم أيضا في خروج العوائل. الوضع الأمني بفضل الله عز وجل مستقر ومستتب، هناك انتشار منظم لقيادة شرطة الأنبار بكافة منتسبيها، الدفاع المدني، المرور، هناك تنظيم لحركة السير في مدينة الرمادي، هذا سهل على العوائل الخروج للاحتفال وفي مدن الألعاب وفي الأسواق وفي الأماكن الكورنيش الرمادي أيضا، كورنيش الورار، جميع هذه الأماكن السياحية تكتظ، بعضها في النهار وبعضها في الليل، خصوصا الكورنيشات والحدائق.